النهارده يا جماعه هعمل لكم حاجه تحفه. هعمل لكم فشار بالكراميل زي اللي بيبقى في السينما بالظبط، بس بدل ما ندفع فيه 50-60 جنيه انا النهارده هعمله لكم بتكاليف بسيطه جدا. اول حاجه انا هكون مجهزه فشار عادي بشويه ملح، يعني تقريبا اقل من ربع معلقه صغيره ملح، تمام. بعد كده هيجي في حله تانية هحط نص كوبايه سكر وربع كوبايه ميه، تمام. شايفين الميه قد ايه؟ قليل خالص. وهسيبهم على نار متوسطه، هسيبه لحد ما اللون بتاعه يبقى لون مصفر شويه. بعد كده هقول لكم الستيب اللي بعدها ليه. زي ما انتم شايفين بقى شويه اهو مصفر، اهو بدا يصفر. استنى نص دقيقه وهنزل بمعلقه صغيره من البيكنج باودر، ولازم في الستيب دي اقلب بسرعه جدا بسرعه. بصوا يا جماعه اهو السكر كل اللي معايا اتحول بقى كراميل، واروح نازله بالفشار اللي انا اوريدي كنت عاملاه. وهفضل اقلب برده بسرعه. كل ده يا جماعه وانتوا بتقلبوه لازم يبقى على النار، عشان الكراميل لو برد هيتجمد، فكل ده واحنا بنقلب لازم يبقى على النار، تمام. وبعد كده هخلص اهو كله بقى كراميل اهو، وهنقله في طبق التقديم بتاعي. وطبعا يا جماعه بعد ما ننقله هنلاقيه بيلزق، ده طبيعي عشان ده كراميل، فاحنا لما ننقله في طبق التقديم نكسره بس. وبالف هنا وتحفه جدا وهيعجبكم ان شاء الله.